السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. السقي بالتنقيط من البئر مباشرة يعتبر الأفضل من حيث الاقتصاد في الطاقة، إذ يخرج الماء مرورا بمحطة التصفية عبر الأنابيب ليتوزع على الحقل بشكل عقلاني ومدروس، أي بالشكل الصحيح الذي يكفي احتياجات الماء للفلاحة المزروعة. إذا كان البئر قادر على توفير الماء الكافي لسقي المزرعة فلا داعي لإنشاء الصهريج أو البصان. يسعدنا أن نقدم لك أفضل معرفتنا في هذا المجال من النصائح الزراعية، هدفنا هو تعزيز مهاراتنا ومشاركة النجاح. في هذا الفيديو اليوم سنشرح كيف يعمل نظام الري الجيد. أما طريقة ضخ الماء من الصهريج فمن مميزاته أنه يمكنك من تخزين احتياطي لا يقل عن أسبوع بدون استخدام مضخة البئر، وهذا لتكلفة بنائه وتجهيزه بمضخة وطاقة إضافية. ولتثبيت نظام السقي بالتنقيط بنجاح يجب علينا أولا دراسة مشروعنا، أي يجب أن نعرف صفات أرضنا وكيف تساعدنا على الاستفادة قدر الإمكان، مثل عدم كفاية المياه والمكونات الكيميائية للتربة، وهذا يعني أن كل زراعة تتطلب توفير الظروف الجيدة للإنتاج مع المخاطر والصعوبات. من الأفضل عمل تحالية للتربة قبل كل شيء. أما دراسة الماء فيجب القيام كذلك باختبار مدى تواجده وكفايته في البئر، وجودته أيضا يتم دراستها بإجراء تحاليل في مختبر فلاحي. إذا وجب علينا أعزائي الفلاحين دراسة جودة التربة والماء عبر القيام بالتحاليل. بعد هذا كله تأتي دراسة المناخ ودرجة الحرارة في المنطقة. عندما ندرس كل هذه العوامل سنتمكن من إنجاح السقي بالتنقيط وضمان إنتاج مربح. نرجو أن نكون توفقنا في توضيح هذه الخطوات المهمة لإنجاح نظام السقي بالتنقيط. تفضل بالاشتراك، سنسعد بالتواصل معك، نحن في الخدمة. حياكم الله وسلام منه وبركاته.